أهلا بكم في ترند. تعليمات توعوية يجب أن تتبعها عند تسلم طلبك من مقدمي الخدمات المنزلية الضرورية. يتضمنها الفيديو اللي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام. نتابع. كيف تتعامل مع العمالة مقدمي الخدمات المنزلية الضرورية؟ لا تسمح للأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض: ارتفاع في درجة الحرارة، السعال، ضيق في التنفس بالدخول إلى المنزل. تأكد من لبس الكمامات. تجنب الملامسة أو المصافحة. حافظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين. استخدم الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي. ولا تنسى أن تقوم بالتعقيم قبل وبعد الخدمة. التزم بمسؤولية. احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطبيبة البحرينية فاطمة عبد الكريم التي تعمل ضمن الصفوف الأمامية لمحاربة جائحة كورونا، ونشر اسمها في لوحة شرف كبيرة تضم عدد كبير من الأطباء والموجودة بدبي مول في الإمارات. ومن برنامج تريندينج للدكتورة فاطمة، البحرين كلها تفتخر فيك وفي كل طبيب يعمل في الصفوف الأمامية. أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي على عدد من المستشفيات في دولة الإمارات ولمدة 3 أيام. المبادرة اللي تداولتها الصفحات الإلكترونية تأتي ترجمة لرسالة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات كافة من أطباء وممرضين مسعفين وإداريين وفنيين الذين يعملون على مدار الساعة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حاليا جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. عريس كورونا أو عريس في زمن كورونا، كلها عناوين أطلقت على الشاب السعودي عبد الرحمن محمد عبد الوهاب اللي قرر إقامة ليلة الزفاف أو العرس عبر خاصية البث المباشر على إنستغرام بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان مقرراً إقامة حفل الزفاف في نفس التوقيت قبل انتشار الفيروس. العرس اللي حضره المعازيم والمتابعين أونلاين استمر قرابة الساعتين، وكان البث من منزل العريس ولم تحضره العروس أو أي من أهلها، وتوجه العريس بعد ذلك لبيت زوجته اللي يصطحبها إلى بيت الزوجية. وسط دعوات محبيه له بطول العمر، العم صالح العجيري حفظه الله يكمل عامه 100. قرن من الإنجازات قضاها في العلم والتعليم بعدة مجالات، اشتهر من خلالها بالفلك والرياضيات وبات علماً من أعلام الكويت. من ما يتابع تنبؤاته الفلكية، حيث يطل علينا بحساباته الفلكية في هلال كل رمضان ومع انتهائه، وفي نفس الحال مع توقعاته بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى مؤلفاته العديدة. ونقول للعم صالح الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر. نتابع بعض التغريدات. مشاهدينا، وصلنا معكم لختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من الترند. إلى اللقاء.